أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا رجل صار مع أخي خلاف، أو صار لي مع أخي خلاف، فحلفت أن لا أحضر الزواج، ثم حضرت الزواج، هل علي كفارة أم لا؟ نعم، إذا حلفت أن لا تحضر الزواج ثم حضرته فعليك الكفارة، لأنك خالفت اليمين، وهذا اليمين يجب عليك أن تنقضه وأن تحضر الزواج وتكفر عن يمينك. قال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فكونك تحضر الزواج ولا يحصل بينك وبين أخيك سوء تفاهم، فهذا هو الواجب عليك، وتكفر عن يمينك. نعم، حضورك الزواج قد أحسنت فيه وعليك كفارة اليمين.